اسمي وجدي سلطاني، عمري 24 سنة. أنا كان لي شرف كوني تعرفت على مدام إيناس، وهي اللي كانت السبب باش أنا كما نقول بدلت حياتي. كنت ما عندي حتى مشروع، ما كان عندي حتى شيء في حياتي، معناتها أو حطيت هدف قدامي، قلت وجدي علاش أنت ما تكونش باعث مشروع، علاش ما عندكش أنت مشروع تقوده؟ مع كعرفت مدام إيناس، كان هي كانت كما نقولوا احنا الهدف ولا الوسيله اللي نجمت انا نتعدى بها الصعوبه في الاختيار، في معناتها كان لي تردد في كل شيء. مع مدام إيناس عملنا، كنت في برنامج تمكين الشباب، المشرفة علي مدام إيناس كان لي معها، عملنا دي فورماسيون باش إنسان واحد معناتها تحسن في كل شيء، في ذهنه، في الفكرة متاعه. ومع البرنامج هذايا تمكين الشباب تمولت بفلوس عن طريق مدام إيناس، ومن بعد عاود فما برنامج آخر زاد عن طريق مدام إيناس اللي اسمه بوينسيك، ومع بعضنا زدنا طورنا في المشروع متاعي، المشروع اللي هو ديكوراسيون بانتور توسكي دهينة من أجيس كازيت، يعني ديكوراسيون كاملة. أنا كنت ناقص ماتريال، عندي شوية ماتريال تبعني، ناقصني شوية ماتريال آخرين، كملناهم مع بعضنا في البرنامج بينسيك. وميرسي مدام إيناس، وكان لي شرف إن كوني أنا عرفتك برشا.